مرحبا يا جماعة، يعطيكم العافية. اليوم راح يكون في عنا شرح مبسط لكيف تبلش بالخطوات الأساسية لموضوع قص الفلين وموضوع النحت أو صناعة المجسمات البسيطة للاستعمالات المختلفة سواء داخل الغرفة الصفية أو خارجها. أول إشي بحاجة إحنا إله إنه نحدد شو العنصر اللي أنا بدي أعمله، شو المجسم اللي أنا بدي أشتغله. بكل بساطة أنا إذا بدي أشتغل مثلا ورقة شجر، أنا محتاج إني أعمل سكتش بسيط لهاي الورقة. هاي الورقة إذا أنا بدي ألفها على جنب بالشكل هذا، بدي أشوف كيف شكلها. فلنفرض إنه شكلها جاي هيك، هذا العود أو القاعدة تبعت الورقة. هلأ رايحين بعد هيك، بعد ما عملنا السكتش تبعنا وقررنا إيش بدنا نعمل، رايحين ناخذ هاي ننقلها على المنطقة هاي هون. وهاي المنطقة، هاي الرسمة المسقط الجانبي، راح نرسمه على الجانب منها. هلأ رايحين نلزق طبقات الكلكل مع بعض عشان أحصل على كتلة واحدة كبيرة. بعدين بنلزق الالواح الكلكل مع بعض عشان نضمن انهم رايحين يثبتوا. بنستعمل ورق الزجاج وبتطلع معنا النتيجة بالشكل هذا. بعد ما نعيد رسم الجانب وقص الانحناءات الموجودة في الجوانب بيطلع معنا العمل بالشكل هذا. بعدين بنجيب غراء، إذا كان سماكة الغراء ولزوجة الغراء كثير عالية بنخفف الغراء في مي. بنجيب قطع جرائد وبننكعها في مي اللي بعد ما نترك المجسم بعد تغليفه بالأوراق الجرايد أو ورق الكورنيش أو أي نوع ورق بدك إياه بيطلع معنا هاي النتيجة بعد ما نتركه فترة كافية للجفاف. هلأ بنيجي على المرحلة التالية اللي هي مرحلة التلوين. في مرحلة التلوين بإمكاننا نستعمل أكثر من نوع ألوان، ممكن نستعمل ألوان القواش، ممكن نستعمل ألوان الأكريليك حسب شو الألوان المتوفرة والموجودة عندنا. بس الأساس في الموضوع أن تكون الألوان بأساس مائي، لأنه لو كانت الألوان بأساس زيتي وبتنخلط بالتينر أو بالوايت سبيريتس رايحة تأثر على الغراء الموجود، فبدنا نستعمل ألوان ذات أساس مائي. هلأ بنبلش بعملية التلوين. يفضل يكون عندنا مية أول إشي عشان قبل ما نبلش بالتلوين نبل الريش نطريهم شوي قبل ما نحط اللون على الفرشاية. نقدر نحط درجات اللون الأخضر أو درجات المستعملة للون الأخضر، اللون الأخضر الغامق، وبنحط شوية أصفر إذا بدنا نعمل تغميق.
نعمل درجات ألوان مختلفة داخل الرسمة.